لا شيء. لا. لص. لص آخر. وجدت شيئاً يذهلني أن الخطاب لا يزال سليماً. ما هذا؟ بيان الحمولة القديم، كنز كبير. مهلا نيثان، من هنا. نيثان انظر. ماذا وجدت؟ عملة ليبرتاليا. هذا رمز إيفري. لقد أذاب الذهب وسك عملته الخاصة. بناء على ذلك والكشوف على الرفوف كان الكنز هنا. نعم. إلى السؤال الأهم، أين الكنز الآن؟ حسناً، نعرف أنه كان هناك قتال. نعم، وفي الداخل. هل المستعمرون سرقوه؟ لا، كانوا يحاولون استعادة ما كان لهم. انظر، ها هو إيفري تو، مؤسسة ليبرتاليا، معلمة بكلمة لص، ليست قاتل ولا طغية. لص. عندما دخل المستعمرون إلى هنا كان الكنز قد اختفى. نعم، لأنهم أخذوه لأنفسهم بالفعل. لن يتغير القراصنة. لن يتغير القراصنة. أعرف أين هو. ماذا؟ أين؟ إنها خريطة. نعم، هناك. هذا كنزنا. إنها خريطة ليبرتاليا. صحيح، اتبعها إلى جانب الجزيرة الآخر. هناك. نيو ديفن. مهلا. إيفري كان من ديفن في إنجلترا. بالتأكيد. هذه قصور ضخمة جدا. وكل منها له رمزه الخاص. لأنها كانت مكانهم. ما رأيك أن نتسلق برج المراقبة؟ وندرس الأرجاء. نيو ديفن قادمون. والآن كيف نصعد إلى هناك؟ أيمكنك مساعدتي؟ حسناً.
افحص هذا يا نيثان. حسناً جاهز. هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية. رفع الثريا، فكرة جميلة. تبدو متفاجئاً. تقبل الإطلاع. شكراً لك. حسناً، كان يبدو فاخراً الآن. المعذرة. آسف يا كوندنت. ماذا؟ أنت تدوس على بالدريتش. لا مشكلة. قادم يا سام. خلفك. حسناً، لنصعد. لا أصدق أن السلالم سليمة. مهلاً مهلاً، لا تنحسنا. تسرعت في الكلام. كما قلت. نيثان، أترى هذا البرج؟ أكيد. حسناً، كنت أطمئن أنك لم تسقط. نكاد نصل. يبدو متحمساً. هيا، هل يمكنك مساعدتي؟ طبعاً.
هيا جاهز؟ جاهز. حسناً حسناً، وجدت شيئاً. تراجع. يا لها من نقطة مراقبة. ها هي على الجانب الآخر من النهر. هل ذهبنا وسرقنا الأثرياء؟ أيوجد طريق هناك؟ نوعا ما. هيا. إذن كم سنستغرق للوصول إلى نيو ديفن في رأيك؟ ساعتان على حسب ما أو من سنواجهه في الطريق. RPG. لا تتوقف.
تعال بالكسر. لقنه درسا يا سام، لقنه درسا. لنحاول ثانية. حسنا، مانجو، مانجو. ماذا تقول؟ كلمة الأمان. أنت بهذه البراعة دائما؟ لدي لحظات. نعم، أثبت وشقيقك أنكم الأكثر مهارة في البحث عن الكنز على هذه الجزيرة. للأسف لسنا في نفس الفريق. انتظري، لدينا فرصة. أثق بك. لن أنخدع في ذلك ثانية. دعينا نتحدث. حسناً، كان ذلك أقصى مما توقع. أنا سوف أخرج بنفسي. بعد كل ما حدث، أتعتقد أنني سأتركك تغادر؟ من الحكمة أن تفعلي هذا. كفى يا نادين، حقا نعرف قوتك، ولكن نحن اثنان رجالي في طريقهم إلى هنا الآن. كل ما علي فعله هو إضاعة الوقت، وهذا إن لم أقضي عليكم بنفسي. اللعنة. هيا. سريعة، لكن ليس كافيا. انسى أمره، يجب أن نبتعد قبل أن انتظروا ليهدأ الجميع. هذا مثير للاهتمام. نيت، سامول، أخفضوا أسلحتكم جميعا. لا ريف، هذا الرجل متوتر. لا تقلقي بشأنه يا نادين، ليس ممن يقتلون بدم بارد، ليس أسلوبهما. مستعد للمراهنة بحياتها؟ هيا إذن اقتلها. سام، إن مت ستموتان. فليكن، ولا خطوة أخرى. أتعني هكذا؟ سام، أخفض المسدس. حذرتك. هيا ريف. انتهيت. لا تطلقها، لا تضربها، اتركه. انتهينا، مفهوم؟ انتهينا. لا تقلق يا نادين، هذا ليس أسلوبهما. ماذا أقول، لم أظنه يقدر. سامول،
أنت بخير؟ كنت تعرف أن هذه اللحظة قادمة. أي بحقك تفوقت علينا، اهدأ. أنت رجل أعمال، فلنتفق على صفقة. صفقة؟ أود معرفة تفكيرك. تحدث الآن، أستمع. حسنا، أتريد العثور على كنز إيفري؟ سنساعدك، وفي المقابل أعفو عنكما. نعم، هذا ونسبة صغيرة. يا لجرأة هذا الرجل. مجرد نسبة كافية تكفل حريته. حريته؟ نيثان، نعم، لقد سجن بدلاً منه، ويدين لهكتور ألكازار بمال كثير. أوه، ماذا تتحدث يا نيت؟ هكتور ألكازار مات في قتال في الأرجنتين منذ 6 أشهر. أنا هربت صامويل من السجن. ماذا؟ واو، ماذا قال لك؟ سام، ما القصة التي ألفتها هنا؟ ألكازار، حقاً، هل كذبت؟ هل كذبت على أخيك الصغير؟ نحن نهدر الوقت. انتظري لحظة. الحقيقة يا نيت، لم أتوقف عن البحث عن كنز إيفري، ولكني دائماً أصل إلى طريق مسدودة. ثم سمعت أن صديقي سامويل دريك الخبير في عالم إيفري حي وبخير نوعا ما. لم يتم تهريبه من السجن. رشوت آمر السجن وخرج أخوك من البوابة الأمامية بكل هدوء. قضى السنتين الأخيرتين يبحث عن صليب القديس ديزما، وسأخبرك بشيء. فعل كل هذا معي. لا، صحيح، هذا هراء. لا سام، أتنكر؟ نيت، سام، يا إلهي، لا لا، كنز إيفري كان من حقنا، كان من حقنا. تركت حياتي من أجلك. اسمع اسمع نيت، عزاؤك الوحيد أنه هجرني أيضا، قام بخدعة ماكرة تجاهي وأشركك ورجل العجوز في الأمر. وبكل صراحة يا سام، فإن ذلك أغضبني جدا، لكن كان هذا في الماضي. أنت لا تستحقه. وأنت؟ حسب معلوماتي فكلنا لصوص ننقب حيثما لا يفترض. ريف، ماذا؟ انهي الأمر بأي طريقة، وإلا سأفعل. سمعتما السيدة؟ إن أخطأت في دليل فلن تصل للكنز. قلتها بنفسك، تصل لطرق مسدودة. اعترف يا ريف، أنت بحاجة إلينا. أنت محق، بل نصف محق. أحتاج سام فقط. أنت ترتكب خطأ. لا تنس. نيت، هاي نيت، حسناً، ها هو. من الذي يعيش هنا؟ لا فكرة لدي، لكن هذا هو العنوان. كنت أفحص المكان في الأيام الماضية. لا أحد في البيت. نحن وصلنا. واو، المكان وإملاق. من أين نبدأ؟ سنبدأ بالبحث عن طريق للدخول، ثم نقوم بالجولة. هل يوجد إنذار هنا؟ فلنبحث عن مدخل لا يتضمن كسر نافذة.
أنا متأكد أن الباب مغلق. أرأيت؟ ألم أقل لك؟ استحق المحاولة. حسناً، فلنلقي نظرة في الخلف، ها؟ نيثن، انظر، إنها نافذة مفتوحة. نعم. هيا، اتبعني. حسناً، أعطيني يدك. حسناً، هيا. هيا يا نيتا. واو، مخيف. نعم، خذ، أحضرت اثنين. إذن هل نبحث عن غرفة محددة؟ ابحث عن أي كتب أو مقالات أو أي أوراق بحث. حسناً، لا يوجد شيء هنا. لا، لن تكون في هذه الغرفة. الصناديق مليئة بمعدات سفر وتخييم قديمة. سنهبط. كيف نعثر عليهم؟ أتقصد دفاتر أمي؟ ألا تذكر؟ كانت تستخدم الجلد الأبيض الفاتح. نعم، أعرف، إنه مكان ضخم كإبرة في كومة قش. وجدناه جلداً أبيض، عثرت على واحد. حقاً؟ لا، ليس من دفاتر أمي. لكنك فهمت المطلوب، فلنستمر. سام، قل إني مجنون، ولكن تبدو كزهرية من عصر أسرة مينغ. نيثن، من يضع زهرية من عصر أسرة مينغ هكذا دون استخدام؟ نعم، ربما تمويه ما. إنها بالطبع كذلك. لا يتحرك. هيا، فلنفتحه معا. جاهز؟ ارفع! 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 ما هذا؟ هذا بطن من نوع ما. انظر حولك، إن المكان كله مليء بالتابوتات، التوابيت. سام، هذا حقيقي؟ ما هذا المكان؟ حسناً، فلنكتشف. هذا روماني،
ربما من القرن الثالث وربما من الرابع. هل تعرف ذلك؟ رأيت شيئا كهذا من قبل. أشكال مستلقاة، إنها من الحضارة الأطورية. هذا صحيح. نعم، زوج وزوجة مدفونان معا، إنه مأساوي بطريقة رائعة نوعا ما. نعم، هذا المكان أشبه بالمتحف. تعتقد لديهم جناح ديناصور؟ لن أتفاجأ. دفتر آخر. لا، أعتقد أن هذا خليط بين الغسالة والمجفف من بلاد ما بين النهرين. كنت أنا المضحك، كنت هكذا دائما. هاي نيثن، انظر لي. والآن من أنا؟ ها؟ دكتور ليفينغستون، بحقك. لطيف. سأتنازل عن أي شيء للحصول على دعوة كهذه. أين سنذهب؟ ها؟ إن أمكنك الاختيار، أين ستذهب؟ أي مكان. أي مكان. حسناً، حسناً، إذن الهند. نعم، سنزور تاج محل. إنها تدور وتدور. الاتحاد السوفيتي إلى موسكو. نعم، قد يكون من الصعب الدخول. أردت رؤية الميدان الأحمر. طواطم خصوبة. ألست صغيراً على رؤية تلك الأشياء؟ ألست كبيراً على مسحة كهذه؟ لن أكبر على هذا. مذهل، هذه الطاولة أشبه بطاولات دار الأيتام. أظن الطعام هنا كان أفضل. ليس بالكثير. اللعنة، لابد وأنهم كانوا يقيمون حفلات رائعة. بالنظر للقطع الفنية كان لديهم مال كثير. نعم، يبدو أنه مر وقت طويل منذ آخر مرة. بنادق فلانتلو، أتساءل لو كانت تعمل. واو، لورانس العرب. أردت مشاهدة هذا الفيلم. ديره مبارزة، يبدو فرنسيا. انتبه،
لا تتحرك بالمصباح بجوار النافذة. اللعنة، دفاتر عن كل شيء لكن ليست لأمي. إنه منزل كبير، لا تستسلم. ساموراي، هل لاحظت ريشة الخوذة؟ أوراق الخطمية. دعنا نرى. لا تخبرني، قبيلة توكوغاوا. نعم، أنت محق. هذا خطاب؟ ما تبقى منه. أحد أراد شراء أشيائهم وقد رفضوا. يبدو أنهم أثرياء. لا أريد البعد عن هذه الأشياء. أتتخيل أن تكون من يكشف هذه الأمور؟ لابد أنه شيء هام، صحيح؟ حسناً، لا أعتقد أن دفاتر أمي هنا في أي مكان، فلنفتش في الأعلى. ناقوس تنين، يبدو من جنوب شرق آسيا. أحسن. أنت وحدك؟ هاي، لديهم كتابك المفضل هنا. تاريخ عمليات القتل والسطو لأشهر القراصنة. بل يمكن القول تاريخ مزيف، حتى اسم المؤلف مزيف. انظر لتلك الأشياء، بصلة، ساعة شمسية. نفسك تائها في البحر، وهذه الآلات هي الشيء الوحيد الفاصل بين الموت والنجاة. نعم، هذا جنوني. إنه مغلق. قد تكون أشياء أمي في غرفة من هذه، يجب أن نجدها. انظر، فتحات التهوية في الأعلى. نعم، قد توصلنا تلك إلى الغرفة أسفلها. ليس نحن، بل أنت. ماذا؟ أنا؟ لن تكفيني. أيمكنك فعلها؟ هل تمزح؟ يمكنك فعلها؟ حسناً، فلنرى قدراتك إذن. إنها كاميرا. دعني أرى. أعتقد أنها سليمة. اقترب. والآن ابتسم.
لا تفقدها. حذاري. حسناً، لقد دخلت. أيمكنك فتح الباب؟ مغلق من هذا الجانب أيضاً. انظر حولك، أهناك مفتاح؟ كودن، مسكنات كثيرة. حسناً، أي شيء؟ لم أرى أي دفاتر. حسناً، لدينا باب آخر مغلق. هيا. أوه، كتب كثيرة. فلنرى ما سنعثر عليه. هل وجدت شيئا؟ هذا هو. ماذا لديك؟ لم أرى هذا من قبل. نعم، ولا أنا، لكن هذا خط أمينا بالتأكيد. ارفع أيديكما ببطء. مهلا، لا داعي لذلك. ماذا يحمل؟ مهلا، وجهي مسدسك لي. أعطني دفتري.
حسناً حسناً. اسمع، آسف يا نيتن. ماذا الآن؟ الآن سننتظر الشرطة. لن تحبي التعامل مع ذلك الإزعاج. توقف. الذي يسببه إفساد حياة طفلين. هذا لا أريد إطلاق النار عليك. يا سيدتي، لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ يجب أن نواجه جميعا عواقب أفعالنا. دعيه يرحل على الأقل. أحضرته هنا ليرى الأشياء الخاصة بأمنا، لم يكن له دخل بهذا. ماذا؟ أقول لك إنني المسؤول. لا، أشياء أمك الخاصة؟ نعم، هذا الدفتر كان لأمنا. أنتما طفلة كاساندرا مورغان؟ أهلاً. يا إلهي، كنت سأطلق النار. نعم، وما زال هذا بإمكاني. إذن هل أبعدته؟ عرفت أمنا؟ كانت تعمل معي كما لاحظتم بالتأكيد. أنا من هواة جمع الأشياء. هذا يعتبر بخساً لحقك. إذن هل كانت مترجمتك؟ أمكما كانت أكثر المؤرخين الذين عرفتهم عبقرية. كدنا نحقق أشياء كثيرة، ولكن مرضها آسفة. لا، لا عليك، كان هذا منذ فترة. من بين كل اكتشافاتها كان هذا الإنجاز الأكبر لها. سيك بارفوس ماجنا، العظمة من بدايات صغيرة. شعار سير فرانسيس دريك، علامات لاتينية وتاريخية. كان حديثنا حولها، كنا أسرة غريبة. هل قالت لكما عن نظرياتها بشأن سير فرانسيس دريك وورثته؟ سير دريك ليس له ورثة. نعم، هذا ما يخبرنا به التاريخ. أنا وأمكم اعتقدنا بغير ذلك. تعلم أسرار ذلك القرصان القديمة هي مغامرة يجب التخلي عنها. هناك أشياء يجب التخلي عنها. سامحاني، كلام عجوز مشتتة. خذ، لك الحق فيه مثلي تماما. من يدري، ربما ستتمكن ذات يوم من إنهاء ما بدأته هي. نعم، إذن لم نعد متهمان. ها، سأتعامل مع الشرطة. استطعتما الدخول، إذن تستطيعان الخروج. نعم. آسف بشأن الفوضى. حسناً، هيا يا نيتن، هيا بنا. أنت بخير؟ اللعنة. لا 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 لا. هاي 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 سام. سيدتي، تبر. نحن الشرطة،
أنت بخير. انتظر، علينا فعل شيء. نعم، يجب أن نرحل عن هنا. لا يمكن تركها. لا يمكننا مساعدتها، يجب أن نهرب. إن وجدتنا الشرطة هنا. سيدتي نيثن، يجب أن نذهب في الحال. النافذة، هيا. حسنا، تفقد في الأعلى. وأن تعال معي. يا إلهي نيثن. علم، انتظر. الأمامية تبدو خالية. البوابة الأمامية. حسنا. على الأرض. هيا ببطء. حسنا. كان هذا بخير. أنت لا تتحرك. اجري. من هنا. سيهرب. أنا ضابط مرفي مشتبه هاني في سطح المهرباء. أحد المبالغ والثاني حدث. تبا اثبتا. اطلق ويدك فوق رأسك. تبا. قف مكانك. هيا 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 هيا. أمسكتم هناك. اجري بلا توقف. تزيدني صعوبة مركزكم. هيا اذهب. فعل تحذير أخير. انبطحا وارفعا أيديكما. أمسكتم. دار الضيافة. اجري. تبا انهما يهربان. القمامة هيا. يهربان. عود الى البوابة الرئيسية. اركب الدراجة هيا. تمسك جيدا. أعتقد أصبحنا في أمان، فلنتوقف لالتقاط الأنفاس. ليلة لا تنسى. ها؟ أجل العجوز. اسمع، اسمعني جيدا. لم يكن ذلك خطأنا، أعني تلك السيدة كانت مريضة، قد تشعر بالأسى، لكن لم يكن بيدنا حيلة. ماذا نفعل الآن؟ كيف أعود للملجأ؟ وكيف تعود للعمل؟ لن نعود. أكيد لا، أنا جاد. سنبتعد لأقصى ما نستطيع عن هذا المكان. حقا؟ ومتى تجدنا الشرطة؟ أعتقد أنهم سيبحثون عن نيثن وصامويل مورغان. نعم، هذا نحن. وإن لم يكن نيثن في ذلك القصر، كنت تعرف معلومات مثل تلك السيدة العجوز. هيا، كنت أشعر دائما بأننا مقدر لنا
شيء عظيم، لكن حتى الليلة لم أعرف معنى ذلك. لكن هذا عمل أمنا غير المكتمل. هذه فرصتنا لبدء حياتنا من جديد بهويات جديدة. عما تتكلم؟ أعرف أشخاصاً بارعين في تزوير الأوراق، وأما عن اسمنا الجديد، أمنا اعتقدت أن فرانسيس دريك له ورثة. من يمكنه النفي؟ أنت جاد، صحيح؟ نيثن، نحن مقدر لنا هذا، وأعدك أنا وأنت سوياً سننجح. ما رأيك إذن يا نيثن دريك؟